من بعد هذه السكنه اللي نشوف فيها هذه الدزامي طفيه دزيقاش نتاع عمي محمد ولد قباطي بركا ندير واحد التوضيح بركا البلاصه هذه قبل عمي قباطي عمي محمد القباطي كان يسكن فيها بن زينب قبل 59 بن زينب اللي ولده بالزيطه يسكن في شغل نرجعوا لعمي محمد القباطي اللي عنده ولده عبد القادر العيد مولاي ومراد عنده 4 أو 5 شيرات الله يطول في اعمارهم من بعد نزيد القدام كاين العيد عمي العيد هذا الرجل الطيب هذا كان إميغري عنده ولده الهواري واضح وزوج شيرات واحدة ماتت له واحد العام فات اللي طاح عليها الحيط مسكين الله يرحمه نزيدو قدام وين كاين عمي قدور العلاوي قدور العلاوي هنايا هذا هو اللي مسمينا اللي كان بيبي هو بيبي بالذات اللي كان يسكن هنايا هنا وين كاين المغارة تاع بيبي هذاك الحوش الازرق هو حوش قدور العلاوي الله يرحمه قدور العلاوي اللي عنده 3 شاشرق الهواري وعابد وحمد الهواري مات الله يرحمه وعنده 4 شيلات وواحدة ميتة الله يرحمه ندخلوا نشوفوا الديار اللي كانوا عندهم حومتي راس العين وانا حومتي راس العين راحتو ما بقاش هدمت وطاحت وبقى دمعة في العين ديك الصورة ما زال في عيني غير البارح ذكريات كي كانت راس العين وكي ولات راس العين خلات والصور تهدم والغرس تبان ما بقى في الارض خضار شفت راس العين وبغيت نخمم وتفكر خاطري جماعتي مع ولاد الجار المغارة هذه المغارة اللي كانت عند بيبي ربى فيها الحلوف وعمي قدور العلاوي الله يحمه ربى فيها العنزي هذه هي واحدة المعلومة نقولها لكم هنايا بيبي كان عنده ولد يسموه بيبيكو رضع مع عبد ولد رحمة ومرت القنباطي الله يرحمها رضيان مع بعض حدا قدور العلاوي كانت واحدة قليل اللي يعرفها قديمة عايشة وحدها مسكينة حتى اللي ماتت خالتي مسعودة الله يرحمها ويوسع عليها عايشة كاع حياتها كانت عايشة وحدها كنت بكري مشهورة كما يلزم بني انا محصن باني نهبل تعبار عمي محي الدين بن سونا الله يرحمه السكنه تاعه حدا مسعوده هو عنده الهواري غير شير واحد وعنده 6 شيرات زوج ماتوا الله يرحمهم والحيين الله يطول في عمرهم بيوتك ضاوية وغاشيك منعم شحال تموتنا فراح وعراس وتكسار نزيدوا احدى محيدين كاين عمي سعيد بالفول اللي داي جدات عبد القادر ولد مقديش اللي شيع الله يرحمهم ويغفر لهما من بعد نزيدوا عمي الطاهر الله يطول في عمره عمي الطاهر عنده 3 شاشرة عنده عبد القادر عنده محمد كان يجري بزاف كنا نعيطوه المطار عندها صغيرة الجلالي الله يطول في عمرهم
هذا دوار بيبي درك. والتالي في دوار بيبي هو عمي الكومباتيك، بدينا به ونكملوا به الله يرحمه ويوسع عليه. نجيب لكم هنا واحد الانكدوت. عمي الكومباتيك كان بكري مع عمي الزيتوني الله يرحمهما ويغفر لهما، اي عرس يكونوا هما الاولين قاعدين في الصف الاول. عمي الزيتوني الله يرحمه كان عنده خطايا ما شاء الله، يجيب واحد العماره في عنقه معلقها فيها الدراهم، وما كانش اللي نجم يدادها بالدراهم. كانوا هما زيانة قاعده في العريس الله يرحمهم ويغفر لهما يا رب العالمين. شنو هي نزيد نقول لكم عليها؟ هذه تاع على اليسرى نتاع الجاب خليفه. الجاب خليفه عندها سكنه الفوق تحتنا، وكنا نسكنوا حنا تحت جالي مول الحانوت نيميرو 6036. وهذه سكنته الزوجه، يعني كان عندها مرض الزوجه. من بعد هو هذا بارمي البريمي فلوريست في وهران، كيبيع النواش. من بعد باعها للجياليس السعداوي وراح لفرنسا. من بعد بقى ساكن فيها الجياليس السعداوي حتى نهار اللي هدموها خاطر الاولى اون 2008 رحلوه الحي النور. هذه هي الحكايه تاع السكنه هذيك. الجياليس السعداوي اللي عنده اولادها الله يطول في عمرهم، اللي عندها الطيب الاخضر محمد فتحي والنقيش اللي في الخارج وعنده طفله واحده الله يطول في اعمارهم. هذا الحوش اللي راني على يدك اليسرى اللي عندي فيه لو سيرك الاحمر، هذا تاع الجابو مدين. هذا حوش كان كبير ومن بعد انقسم شحال من خطره. كان عنده حانوت الفوق الجابو مدين، عنده سي عد الله يرحمه، وبو مدين كذلك الله يرحمه، وبقاو ولده صالح الله يطول في عمره. عندها زوج بنات، واحدة ديها محمد الصغير الله يرحمه، ووحدة اللي هي اللي معروفة في الغرب الجزائري كاع يعرفوها، المجاهدة الكبيرة إيقاش العالية. هذه إيقاش العالية لما كتلوا راجلها، كانت فدائية مع راجلها، لما كتلوا راجلها من جهة بن يحيى انحرقت الخيط تاع منحرق، طلعت هي للجبل استشهدت السلاح في يدها في الجبل. من بعد ان شاء الله تسمعوا التاريخ نتاعها كامل ان شاء الله في الفيديوهات القادمه نتاع المجاهدين. نرجعوا للحوش هذا. الحوش تاع جابو مدين كان كبير واحد. من بعد انقسم هما جابو مدين رحل منها سافيلونتوم اللي رحل. من بعد اسكن فيه هنايا تحت محب وطالب الله يرحمه ويوسع عليه. من بعد محب وطالب فاني كذلك باعه القايد الله يرحمه كذلك. هذا الحوش قسموه والطرف الفوقاني فاني داه واحد اخر، الطرف التحتاني كان يسكن فيه قايد، حتى اللي هدموه الخطره الاولى 2008 وعاودوا فاني هدموها الخطره كذلك. الحيين الله يطول في اعمارهم والموتى الله يرحمهم. هذا الكاري الاحمر وعشرة الحمراء تما كان الحوش تاع عمي الازرق الله يرحمه، اللي عنده ولاده الطيب اللي مات الله يرحمه، عنده الحاج الطاهر، عنده عواد محمد والهواري مسكين كذلك مات الله يرحمه، وعنده البشير وعنده شيرة. زيد وراها تم شرط الكاري الاصفر هذاك الحوش تاع قولالة اللي عنده ولده الهواري وعندها خليفة. خليفة اللي ما تشبعش الجماعة نتاعه، يضحك بزاف الله يطول في عمرهم. هو شاف في لاكومين الله يطول في عمرهم. الكاري الأخضر هو الحوش تاع بن محمد الاف بي اي الله يرحمه يوسع عليه. بن محمد هم أبوهم شهيد، أمها ومنا كانت كاع أم الجامع هي خديجة المروكية الله يرحمها ويوسع عليها. عندها ولدها أحمد اللي مات الله يرحمه، وعندها ولدها عبد الرحمن، وعندها البشير الله يطول في أعمارهم.